ابوها ما اتكلمش خالص، ابوها كان امنيه حياته يموت ويحضنها وخلاص والليله انتهت، مش عايز منها حاجه. والمشكله طب واحد يقول ايه، طب ما كانت صالحته. اه ليه بقى؟ لا ما هتصالح هتدفع فلوس. لا ما هي راح قالت ان هي تروح له، قالت لها انا فلوس ما تدفعها عادي. لا لا يعني ايه تدفع فلوس؟ مش فاهم. ما في الراجل ده ليه اكسجين كل شهر بحوالي مثلا 6000 جنيه بيحط ابوه اكسجين وليه علاج، فعايز على العلاج على الاقل يعني، عايز هو مصروف 10000 جنيه كل شهر. وانت ومالك لابيك وهي بتشتغل ومش فقيره. ده هي دي اللي انا هي كنت عايز اقول له بصي لو ما بيننا وبين بعض قبل الفضايح دي كلها، يا بنت انت بتدي كذا وكذا عشان اسمع اللي بقول لك عليه عشان الفضايح. لا من باب الصدقه مش عايزه ترد، فهمتي اللي هو؟ وبعدين بقى تضايقك اكتر يعني، هي قصده تعمل مع والدها كده. علم بقى علم بقى علم بقى ان يعني دي من الناس اللي متعرفه. بصي قعدت مختفيه سنه صح؟ اه كانت فين؟ كانت مسافرة عشان خاطر مشاكل بينها وبين ياسين فصيل. ليه ما تقولش كانت هربانة من الأحكام اللي عليها؟ كملي بسأل عليكي، ما هو ساعتها صغير. حمدي بقى، مع إن أنا كنت بسأل عليك يا بوسي، أنت كنت هربانة سنة. كنا بسأل عليكي. أحكام إيه اللي كانت عليها؟ عليها 30 حكم. 30 حكم. 30 حكم بين الطليقة دوت، فهي سافرت و ليه الناس ليه ما نقولش ده؟ ليه ما تقوليش ان انا والله العظيم نمت على البلاط. اه يا دنيا واحنا كنت بتصور واحنا قاعدين الاستوديو طبعا ما فيهوش، فانا شغالين بقى العالم كل يوم 5 ساعات ونمت. ليه ما قلتيش ده وما كانتش لسه اتشهرت في البدايه؟ بص يا جماعه مش حد يعرفك، واللي افترى بقى اكتر فكرتيني والنبي والله. هي قالت يا جماعه طلعت قالت يا جماعه جوزي كان بياخد 100000 كيت ويدينا 40 جنيه ولا مش عارف 40 صح كده او 400 جنيه صح؟ ما حصلش يا جماعه. بص ما كانتش بتاخد كيت اصلا، ده اللي افترى بقى. بصي اللي بقول لك ربنا مش هيكرمك عشانه، حتى لو فاطمه ظلمت. ليه بقى يا جماعه؟ هي كانت شغاله عند محل واحد بس، واحنا ما بنشتغل محل واحد يا جماعه حاجه اسمها مكفي. يعني ايه مكفي؟ يعني تاخد اجرك بس مالكش دعوه. يبقى فين الكتاب يا بوسي؟ ليه بتفتري على الراجل؟ ليه بتفتري على الراجل؟ ده مات يا جماعه. انا مش عايز اقول الموقف ده يا جماعه بس هقوله، اقسم بالله انك يا بوسي اتحايلوا عليها الراجل مات وكفنوه اختها وكل بيعيطوا عشان ابنه يجي يبوس دماغه قبل ما يحطوه في التربه. تخيلوا يا جماعه الاسود. لا